الشيمي من امام مدبولي، لكن احمد النادري يواصل الضغط، وكان فريق البنك الاهلي اصبح اشبه بالاعصار البرتقالي. الكره لمدبولي ثم قعود، هوبا الاعصار البرتقالي، نعم حقا انه اعصار برتقالي. اللاعب البديل لم يكتفي بالتسجيل عن طريق هدف التعديل، بل يمنح فريقه هدف التقدم بهدف ثاني مع الدقيقة 62. مع الدقيقة 62 كرة اصطدمت وتهيأت لمحمود قعود، وهي لها من رومنتادا مؤقتا لحين انتظار آخر لحظات الشوط الثاني واللقاء وصفارة الختام، ولكن يا له من ختام رائع لكرة مدبولي. ومن القبل كانت عن طريق بامبو، ثم محاولة محمود قعود اللي استلم وسدد، اصطدمت بقدم المدافع لؤي وائل ثم عانقت الشباك ليصبح التقدم 2-1. كرة راحت وخدعت عامر، عامر سكنت على الزاوية اليمين واصبح التقدم 2-1. هذه محاولة لؤي وائل لمنع محمود قعود من توصيل